الله عبد الرافع، مرحبا بك معنا في لا بلوس. الله يبارك فيك وشكرا لا بلوس على الاستضافه. اول حاجه غادي نقولها لك هي فيليستاسيون بور لو نوفو كليب اللي درتي مع فناير ونورا فتحي. لا كيسيون ديالي غتكون بارابور لهذا الكليب هذا، دونا شويه على الكواليس، الاجواء ديال التصوير، التجربه ديالك في هذا العمل. الوغ لو بروجي في الاول بدا من عند ملي كانت نورا فتحي تلاقات بالمدير الاعمال ديال الفرقه اللي هو امين الحناوي، وفي الاول كان المشروع ديال الاغنيه ديال نورا فتحي اللي غتحاول فيها اول مره تغني. من بعد فمني تلاقات بمحسن تيزاف اللي هو الملحن ديال 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 الاغنيه، الفكره تطورت لانه تولي اغنيه مشتركه بين فناير وبين نورا فتحي. مني بدا المشروع تيكمل، مني بدات الاغنيه كتكمل، فكل شيء شاف انه تقدر تكون مشروع ديال فيديو كليب ناجح، وتم الاتصال بيا. بديت الاشتغال في الاول كمرحله اوليه من هنا من المغرب. كانت نورا مشات لمومباي وبقينا على اتصال مع الطاقم تما، وكنوجدوا المسائل ديالنا على الاتصال، جون فامون سيناريو هذاك الشيء. من بعد فمشينا واحد 10 ايام قبل، مشات تقريبا ليكيب كامله، جو فناير انا والمانجمنت كل شيء. ملي مشينا تما فانا بقيت كنتبع التفاصيل اللي كنت بديت الخدمه عليهم قبل، وفي نفس الوقت فبالنسبه للفناير فدخلوا الحصص ديال التمرن على الرقصات ديال الكليب. فكان الاشتغال مع واحد الكوريغراف اللي معروف في الهند بزاف، ومعروف تقريبا حتى خارج الهند، سيزار غونزاليس، في الرصيد ديالو اكثر من 75 فيلم. دونك فالاشتغال ما كانش ساهل، وكما فات لي وقلت فهذا الكليب هذا كان بالنسبه لنا واحد التحدي، كاع الناس اللي مشاركين فيه كان واحد التحدي بالنسبه لهم. نورا كانت اول مره غتغني، دونك ما كانش ساهل على انها تغني وتشطح في الكليب. بالنسبه للفناير فهذوك التمرن، فمحسن كان انيكس دونسور ولكن يا 10 ولا اكثر ما شطحش، دونك فعاود رجع لي سال لا سال دو دونس ما ساهلش. خليفه كذلك، فكانت واحد 7 ايام ديال بريباراسيون اللي صعيبه، وفي نفس الوقت فكان عليا انه نتادابت مع ليكيب تما، ماشي كلشي كيهضر بلونجلي، دونك كان خص انه ان غون ترافاي دو كورديناسيون، خصك تلقى الطرق باش انك تواصل معاهم باش توصل لهم الافكار ديالك، وخصوصا انه خص ما تبانش لهم كمخرج مغربي قدام بوليوود تبارك الله بالعظمه ديالها، ما تبانش انه راه شي حاجه اللي قليله، يعني كان خصني انه حتى الافكار ديالي انه نفرضها تما. جلسنا واحد الاسبوع كي قلت لك، من بعد فبشرنا التصوير، تنقلنا من مومباي لبانفيل، واحد المدينه اللي خارج على مومباي بواحد 3 سوايع تقريبا. بدينا التصوير، كان في يومين. اليوم حيت الكليب خرج في وقيته ديال الشتاء، ولكن كانت الحراره في وقيته ديال التصوير، وكان كانت الهوميديتي طالعه بزاف، دونك ما كانش ساهل، لدرجه ان اشرف امام مدني كانت تسخف وسط الكليب، دونك زعما فيزيكمون ما كانش ساهل الكليب. الحمد لله دازت يومين ديال التصوير مزيان. من بعد فلا بوست برودكسيون المونتاج لي تالوناج اللي كيصدر بين المغرب الهند ومصر، والحمد لله اليوم لو روندو راه كنت كنسعى انه الناس من يشوفوا يعتبروا انه واحد مقتطف من فيلم هندي، كنظن انه بواحد الدرجه كبيره الناس حسوا هذا الشيء في الكليب، وراه الاعداد ديال المشاهدات هي اكبر دليل على النجاح ديال المشروع. واش كنتو كتوقعوا هذا العدد ديال المشاهدات سورتو في هاد لا بيريود اللي قصيره بزاف ملي ساليتو لو برودوي وشفتوه نتوما، واش كنتو كتقولوا انه غادي يوصل لهاد لو نومبر دو في ولا لا؟ بالنسبه لهذا العدد ديال المشاهدات اللي حقق واحد الرقم قياسي بالنسبه للكليبات العربيه، كنا منتظرين انه يكون عدد مشاهدات كبير. لحقاش اولا فناير كانوا منتظرين زعما الجديد ديالهم الفني، كانوا بزاف الناس كيتسناه، وكذلك نورا فتحي والانفتاح ديالها على 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 المغرب وداك الشيء اللي سمعنا عليها اللي حققته في الهند، فكانوا المغاربه بزاف كيتسناوه. وكذلك فزعما الاهميه ديال المشروع هو انه مشروع اللي على فوا الهنود بغاو يشوفوا شنو هي هذه الفيرسيون العربيه ديال الاغنيه ناجحه عندهم في الهند، وكذلك المغاربه بغاو يشوفوا هذه التخليطه شنو غادي تعطي. فالمشاهدات اليوم الا كانت بعدد كبير فراجع لانه كاين جمهور ديال جوج ديال البلدان كبار اللي تيتبعوه، وثانيا النجاح ديال هذه الفنانه بجوج، لا فناير لا نورا. والحاجه الثالثه فالمشروع ما تحطش في قناه ديال فناير ولا في القناه ديال نورا، تحط في قناه اللي تابعت الانتاج ديالو اللي هي تي سيريز، وهذه القناه في يوتيوب هي ثاني قناه
في العالم من ناحيه لي زابوني، يعني عندها اكثر من 72 مليون ابوني، فعطى هذا الشيء هذا واحد البعد عالمي للمشروع. واليوم زعما ملي كتدور في يوتيوب كتلقى دي رياكسيون على الاغنيه من بنغلاديش، من باكستان، من بزاف ديال الدول في العالم، وكتلقى انه حاضر في الطوندونس ديال بزاف البلدان في العالم، لا من الخليج لا اسيا لا بزاف ديال لي بيي. عبد الرافح، واش نقدروا نقولوا بلي هذا العمل غيفتح لك مجال انك تشتغل في بوليوود؟ بالنسبه لهاد التجربه في بوليوود، انا بالنسبه لي هذا حلم في اي مخرج. غتقول لي تصور فيلم في بوليوود زعما كليب ولا اي مشروع في بوليوود، غادي يكون فرحان انه يجي لهاد التجربه. ومني كتجي التجربه المره الاولى ولا بد ما كتمنى انها تعاد، كنتمنى انه السمعه اللي خلينا تما تفتح لي باب واحد اخر انا في بوليوود. وكنظن انه المشاريع اللي خدمنا عليها حتى من وسط المغرب، فكانت غالبا ما كتجاوز الحدود ديال المغرب. كنظن ان المخرجين المغاربه اليوم ولا بزاف ديال الناس اللي في الميدان الفني برهنوا على انه المنتوجات ديالهم كتجاوز الحدود ديال ارض الوطن. ما كيبان ليش انه اي عائق انه اي واحد من هاد الناس هادو انه المشروع ديالو يخرج ولا انه يشتغل مع ناس خارج البلاد. ولا انه كي قلت لك بالنسبه لي انا كنتمنى انه تجربه واحده اخرى تكون عاود في بوليوود وفي هوليوود وفي كاع اللي فيه وود في الاخر ان شاء الله. تري بون كوراج. فاش مشيتوا للهند كنا كنشوفوا لي ستوري ديالكم في لي ريزو سوسيو، زرتوا بزاف ديال البلايص تما. بغيناك تقول لنا شنو عجبك في الهند بزاف، شنو الحوايج اللي لقيتوها في الهند وما لقيتوهاش في المغرب، وكي درتو مع الحار حيت في الهند كياكلوا بزاف الحار حتى هما. بالنسبه للزياره ديال الهند، هذا من الجانب السياحي. انا شخصيا وسط المجموعه انا كنت فرحان بزاف. الدراري مازال ما فناير ما في الاول فاش يلاه وصلوا بحال كان داك لو شوك، باسكو الثقافه مختلفه واحد شويه علينا. الناس الطريقه ديال الهضره ديالهم وداكشي اي سون سوبر جونتي، ولكن كاينين عادات فيهم اللي صعيب. مثلا ملي كتهضر مع شي واحد كيحرك راسو هكا ما كتعرفو قال لك واش هي ولا لا، دونك شي حوايج بحال هكا اللي بقينا بشحال ديال الوقت باش يلاه كتولف. انا بالنسبه لي شخصيا فكنت فاسيني، كنت اي بلاصه كنشوف فيها كتبان ليا تصويره ولا كيبان ليا فيلم ولا كتبان ليا شي حاجه. خصوصا انه الناس تما في الهند عندهم واحد العلاقه مع الصوره غريبه. فمثلا ملي كتهز واحد لاباراي فوتو قدام واحد، لو ريفليكس ناتوريل ديالو هو انه يضحك لك. هنا كاين اللي ما كيبغيش يتصور، هما تما بالعكس كيحس براسو بحال راك كبرتي به ولا درتي شي حاجه زوينه. ففقط هذه المساله هذه كنت كنقول واو، يعني سي واحد الثقافه اخرى، واحد الرؤيه واحد اخرى. ومن غير ان البلاد فالهند كنا تنسمعوا لها على مر الزمان ومر التاريخ كانت معد الحضارات، يعني البلاد تبارك الله فيها واحد الثقافه اللي كتبان لك اي حاجه كتبان لك الثقافه الهنديه. فانا كنت كي قلت لك كندقق في التفاصيل ديال التفاصيل. بالنسبه للماكله، انا شويه في الماكله مغامر. انا كيعجبني ندوق الا مشيت سافرت ولا شي حاجه، كيعجبني ناكل الماكله ديال هذوك الناس ديال هذيك البلاد. الدراري في ناير كانوا شويه مختلفين عليا في هذه النقطه، فكانوا تيمشيو لدوك لي فالور سيغ، كانوا سورتو خايفين انه يمرض شي واحد ولا شي حاجه قبل من التصوير ويوليو مضيعين هذيك الايامات كلها. انا كنت شويه مغامر، انا دقت كاع اللي كيتداخ دقتو، اللي كيتكا الحار كليتو، دونك ماشي مشكل. وكل شيء في الاخر زعما تجربه بحال هكا كانت زوينه. شنو الطرائف اللي وقعوا لكم في الكواليس اللي ما شافوهاش الناس مع فناير ونورا؟ دونك بالنسبه للطرائف اللي وقعوا في الهند، اول حاجه هو ان واحد المساله اللي تقريبا ولفتها في الكليبات ديال فناير، فديما اول يوم ديال التصوير كتكون الشتاء حتى في الهند كذلك. مشينا قلنا راه واقيلا حنا حيت في المغرب، ماشي في المغرب راه ما طيح لا شتا لا والو. نهار ديال التصوير الاولاني كنفيقو كنلقاو الضبابه في السماء، واحد الشتا اللي تقريبا عطلتنا واحد 4 السوايع عاد بدينا التصوير، عاد شدينا لو ريتم. دونك هاد المساله انا تقريبا وليت متعود عليها مع فناير. المساله الثانيه اللي كانوا يتبعوها الناس في لي ريزو سوسيو سي كو النهار الاول يلاه وصلنا افيك لو ديكالاجوغيغ والروينه كلها، وصلنا حطينا لي فاليز ديالنا في لوطيل، خرجنا نتغداو، كاينين لي فواتور كيتسناونا. اشرف ومحسن قال لك لا ما يمشيوش في فواتور، بان لهم كيسميو تما كريشنا بحال توك توك، قال لك امشيو فيه. المهم بغاو يعيشوا هذيك التجربه ديال التوك توك، ما عندناش في المغرب، قال لك ركبوا على اساس حنا غاديين في الطوموبيل ومتابعيننا من اللور. اللي غادي يوقع هو انا وهذاك السيد ما عرفتش كيفاش وقع ليه، واش وقعت شي اكسيدون، المهم تفوتنا في الطريق
ومشى بهم هو. هو مني تفوتنا بالطريق ما عرفش لا ديستيناسيون ما عرفش فين غادي، حنا كنا غاديين غير باش نتغداو. مشى مني بان لي راسو راه صافي تجلى بينا، ما كيهضر لونغلي ما والو، ويمشي بقى كيدور بهم كيدور بهم. أشرف ومحسن شنو كيفهموا من هضرته؟ كيدور كيقول لهم هذه دار شاروخان تسمعوا لي شاروخان، هذه دار هذا تسمع الممثلين، هذا الشيء بقى واحد خمسة ديال السوايع. المهم من جهتهم راه كيدوروا، ولكن دلوت كوتي لا بانيك توتال. نورا كتقول أوجية جايبه في نايرتا للهند وضرتهم. امين الحناوي مانجر حتى هو لا بانيك تخلع، باسكو ما كاين يلا وصلنا مازال ما عندهم لا تليفون والو، ما كاين حتى كونتاكت. والهند راه ماشي كبير البلاد، وهذوك اللي توك توك راه الالاف. هنا كلنا اضطرينا انهم مشينا للبوليس وداروا دي باغاج في الطريق باش نعرفوا فين. عاد من بعد شي خمسة ديال السوايع عاد لقيناهم جايين تضحكوا، قال لك راه مشينا شفنا هنا وشفنا هنا وشفنا هنا. الوغ عبد الرافع بزاف ديال الفنانين ولاو كيثقوا فيك وكيبغيو يتعاملوا معك غير انت، شنو السر وعلاش كيفضلوا يتعاملوك انت معك انت وماشي مع مخرجين اخرين؟ واش لا فيزون ديالك كتكون قريبه ليهم، ولا شافوا في لو برودوي فينال ديالك شي حاجه اللي ما شافوهاش في التعامل ديالهم مع دوت رياليزاتور؟ بالنسبه لهذا السؤال فكنظن انه زعما هو الاجدر انه يطرح عليهم هما، ولكن انا كنظن انه كنقلب في الاعمال ديالي كل مره على ان العمل يكون مختلف. يمكن هذا الاختلاف وانا ما كنبقاش نتقوقع في واحد ستيل واحد، لحقاش ملي كتبقى في واحد لو ميم ستيل الناس يقدروا يملوا، ولا مثلا يجي عندك يقول لك انت المخرج الفلان فلاني غادي دير ليا بحال هذا ولا بحال هذا بحال شي عمل سابق. انا كنحاول ديما انه الفكره تكون جديده وتكون فيها واحد تكون يونيك، تكون خاصه بهذاك الفنان. فيمكن كنظن انه هذا هو زعما الجواب ديال السؤال ديالك. والحاجه الاخرى فمني كنشتغل على واحد العمل كنشتغل عليه بقلبي، كنحاول انه نامن بالفكره ديالو وندخل فيه ونفريمون نامن به ونقلب ندير دي فري ريغيرش، ماشي زعما نستهين به، ماشي غير نديرو باش ندير ان كليب وصافي. تنظن انه باش يكون الواحد متميز بسبب الافكار ديالو سب هذاك الاختلاف اللي هضرت عليه سابقا، ملي كتكون مختلف راه اوتوماتيكمون كتكون متميز. الى 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 درتي واحد الحاجه اللي كيتسناها الجمهور ما حققتيش الاختلاف. دونك مثلا انا في الاعمال ديالي بحال مثلا لو ديغني كليب ديال امينوكس، ملي كنشد مثلا لو كليب كتسمع الاغنيه اللي فيها دي سونوريتي غربيين وكتحاول انه دير واحد المزج مع واحد لونيفير ديال الكي بوب من كوريا، فهذيك التخليطه كتكون هي السر. بحال مثلا سيري ملي كتكون اغنيه اللي تقريبا راي ولا واي وكنحاول انه فيزوالمون نكون انسبيري من اغاني لاتينو. فتنظن انه هذا الشيء هو اللي كيخلي ان العمل في الاخر يكون متميز وما يكونش تشبه الاعمال الاخرى. عبد الرافع شنو كيعني ليك ان كاع لا ماجوريتي اون فيت ديال لي فيديو كليب ديالك وصلوا لي مليون دو فيو وكيكونوا في توندونس ا شاك فوا كيتحطوا؟ بالنسبه لان الكليبات كيكونوا في توندونس، ف كنظن انا اولا ما كنشتغلش على بزاف ديال الكليبات، كنحاول انه نختار هذا. كنظن انه سيد ربي تيسر انه كل مره تيكون الاختيار موفق، وحتى ديك الرؤيه الاخراجيه ولا الرؤيه الفنيه كتكون فيها واحد العذاب واحد البحث. كنظن ان هذا الشيء هذا ملي كيشوفوا الجمهور فالجزاء هو هذاك، انه كي واحد كيشوفوا كيعجبوا كيبارطاجي مع واحد اخر، وحتى الاغنيه غالبا كيكون عندها بعض النصيب من 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 هذه المساله هذه. فكنتمنى انه نبقاو ديما في التوندونس. الوغ ما ديرنيغ كيستيون ليك عبد الرافع، فيتور بروجي ديالك مع من غادي تكولابوري بروشينمون؟ امينوكس كيوجد الالبوم، واش غادي نشوفوك تشتغل معاه شي فيديو كليب؟ فناير واش مازال غادي تكمل معاهم؟ شنو كتوجد؟ بالنسبه للاعمال الجايه، امينوكس كي قلتي عرفتو انه كيخدم في الالبوم ديالو الله يسر ليه. لحد الان ما كاينش مشروع ديال كليب لا والو. عندي محادثات مع حاتم عمور، مازال ما وصلناش مازال ما بديناش الاشتغال فعليا، باقي نقاش على الافكار وهذا. فناير بطبيعه الحال فاحنا خدامين ديجا على مشروع اللي غادي يتصور قريبا. زعما هذوك سي اون ماشين زعما ديما ما عمرنا ما كنكونوا واقفين. دونك كاين بزاف ديال الاعمال، كاين خدامين على بزاف ديال الاعمال، وان شاء الله تكونوا حاضرين معنا في الكواليس ديال التصوير. تبارك الله عليكم لاله بلوس على المواكبه، وشكرا لك اميمه وشكرا اسماعيل، ونتلاقاو في فرصه قادمه ان شاء الله.